إذن أول شيء إخواني الكرام نقوم به هو الدخول إلى برنامج الفوتوشوب، الضغط على كويت نيو، بعد ذلك نقوم بتحديد هذه الإعدادات 1920 على 1080. نجه الآن لاختيار الصورة التي سوف نشتغل عليها، نقوم باختيار الصورة، نقوم بوضعها داخل البرنامج وسوف نستعمل الكويك سيليكشن تول، بعد ذلك قم بتحديد الماسك هكذا في خانة اللايرز، تقوم باختيار الفرشات. الآن نقوم بإزالة جميع الأطراف الزائدة التي لم تزل من الصورة الخاصة بنا. بعد ذلك نقوم بإنشاء layers جديدة نسميها background، نقوم بوضعها أسفل الصورة الرئيسية، نقوم باختيار gradient tool والتي سوف نستخدمها في وضع لون الخلفية الذي نريده، تقوم بإضافة الجسم الذي تحدث عنه، نقوم بإضافة أي صورة أخرى نريدها مثل هذه هنا. الآن سوف نقوم بإضافة التكست باختيار رمز التكست، تقوم بالتوجه إلى فلتر وتقوم باختيار الكاميرا رو فلتر، قم باختيار إكسبورت وإكسبورت أز، قم باختيار إكسبورت أول.